أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور افتتاح معرض الجواهر العربية 2019 في نسخته 28، والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 561 شركة عارضة من 36 دولة تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال صناعة المجوهرات من القطع الفاخرة والجواهر الثمينة والأحجار الكريمة. وقد نقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المعرض وجميع المشاركين فيه، وأتمنية سموه لهم بنجاح المعرض وتحقيق أهدافه في تعزيز وتنشيط صناعة المجوهرات، ترسيخا لما اكتسبه المعرض من سمعة طيبة في هذا المجال باعتباره واحدا من المعارض المتخصصة التي تحظى بإقبال واسع على مستوى المنطقة. وأشار سمو إلى أن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورعايته الكريمة لمعرض الجواهر العربية سنويا يعد إحدى ملامح نهج سموه ورؤيته الحكيمة في تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات وتعزيز دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني. وقال سموه إن معرض الجواهر العربية نجح بفضل رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في حجز مكانة متميزة وتحقيق نجاح متواصل في استقطاب الزوار والمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات من جميع دول المنطقة للاطلاع على أحدث المعروضات من المجوهرات والساعات الفاخرة والأحجار الكريمة والتحف الفنية وغيرها. وأكد سموه أن تنظيم المعرض على مدى 28 عاما يعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات وميزات تنافسية في ظل ما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من تسهيلات وحوافز تعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية لاستضافة مختلف المعارض والمؤتمرات. وأقام سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة بجولة في أرجاء وأجنحة المعرض اطلع خلالها سموه على ما يقدمه من معروضات فاخرة لمختلف العلامات التجارية الراقية، حيث أبدى سموه إعجابه بما تميزت به المعروضات من قيمة إبداعية راقية تتجسد في جودة ما تقدمه الشركات والعلامات التجارية العالمية الراقية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات. ونوه سموه إلى أن حجم مشاركة العارضين والإقبال المتزايد من الجمهور يؤكد أن المكانة التي يحظى بها معرض الجواهر العربية باعتباره واحدا من أعرق وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة. وأكد أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا متميزا في صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات، ولديها من الكفاءات الوطنية من أصحاب الحرفة والمهارة، مما أكسب المملكة سمعة إقليمية ودولية كبيرة. وعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم معرض الجواهر العربية والمشاركين فيه، مثنيا على جهودهم في تنظيم المعرض وتعزيز مكانته عاما بعد عام. من جهته تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني ببالغ التقدير وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على تفضل سموه ورعايته الكريمة لمعرض الجواهر العربية 2019، والتي تعكس بصورة جلية اهتمام الحكومة الموقرة باستقطاب المعارض العالمية المتخصصة وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي لمملكة البحرين. وأشار الزياني إلى أن صناعة المعارض وسياحة الأعمال أصبحت ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، وأن التطور الذي يشهده قطاع المعارض في مملكة البحرين يأتي متماشيا مع الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الموقرة والهادفة إلى تعزيز موقع البحرين الاستراتيجي والعالمي نظرا لما تقدمه البحرين من حوافز وتسهيلات تشريعية وتجارية ومالية للمستثمرين.